الغلمة سفهاء كما قال البخاري، فعلوا في الأمة بالسيف ما سمع من بعدهم مثله، لكنه لم يكن في الإسلام ولم يكن يتطور بين المسلمين شيء مما فعلوا، قطع الأيدي، قطع الرؤوس، التشويه بالجثث، القتل الجماعي، الحرة وما أدرك ما الحرة، الحرة قتلوا فيها 300 أبناء المهاجرين والأنصار، قتلوا 12 صحابيا، قتلوا 7000 من أشراف المدينة، قتلوا 10000 من سائر الناس، استباحوا بأمر من يزيد، استباحوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استباحوا هذه الجيش 3 أيام، يفعل فيها ما يشاء، يعيش فيها فسادا في مسجد في بيت رسول الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه حبلت 1000 امرأة من زناهم، سطوا على 1000 امرأة فحملت، واللائي لم يحملن الله على وليهم. زياد حينما كان عاملا على الكوفة في أول خطوة له في الكوفة حاصبه الناس، وكانت هذه عادة عند العرب، إذا كان خطيب لا يحسن الخطبة أو كان يريد أن يناقشوا أو أن يشوشوا عليه كما يفعل الآن، الآن تكون صورة أخرى نوع يعني كيف يتشويش وأن يحصبوا أن يضربوا بحصار صغيرة، حصبوه فأمر الجند فأغلقوا المسجد، قطع أيدي 80 ما بين 80 ما بين 30 في بعض الروايات 30 وبعض الروايات 80 رجلين في غير حد من حدود الله، لم يكن قطع الرؤوس معهودا حتى بلأه بنو أمية، قطعوا رأس الحبيب سيدنا عمار، قتلوا سيدنا الحسين وطافوا برأسه بين العراق مدينة أو بين العراق ودمشق، وجاءوا بجثته فرفسة الخيول، خيل لا يقال الخيول في العربية يقال خيل، فرفسة الخيل، حقد، غضب، حمية الجاهلية، في رواية عن البخاري عن سيدنا أنس بن مالك أنهم جاءوا برأس الحسين في طفت إلى عبيد الله بن زياد فأخذ ينكث في أسنانه أو في وجهه لقضيب يضربه ويلعب به كانوا يلعبوا به، وقال شيئا عن حسنه، قال الصحابي الجليل وكان حاضرا سيدنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إنه كان أشباههم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية أنه كان يضربه بقضيبه على أنفه، الصحابي الجليل خادم رسول الله يا ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه شيء أشياء. الله لا إله إلا هذه أشياء تبكي، هذه مصائب وقعت ولا يغني البكاء على ما فات إلى الأحزاب، إنما يغني أن نأخذ العبرة من تاريخنا لكي نعلم من أين تدخل إلى الجاهلية، من أين تعود إلينا، من أين تنشب فينا أظفارها حتى نتفادى مثل هذه الفضائع في مستقبل الأيام. يعني أيها الإخوة أظن أنه إن تركنا لقلوبنا الجريحة المجال فربما يتحول مجلسنا هذا إلى مراحات ولا تفيد المناحات شيئا، فنصل إلى
الصف الثاني من مجلسنا، من كانت له منكم أسئلة بلغة الدارجة فتفضل. بسم الله الإخوة، كل عنده سؤال منكم؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ كريم جيت استنديرك خلال الدرس على أنه كان خلال الفتنة كانت مجموعة فئة من الصحابة لم تشارك تشاركت في الفتنة واعتزلتها، وفي هذا الوقت ديالنا اللي كنعيشو حاليا اللي هو استمرار زمن الفتنة، واش يمكن يفهم البعض على أنه خصو ياخذ نفس الموقف اللي خداه بعض الصحابة ويعتزل الفتنة ويبعد من هذا المجتمع هذا ما يصلح ما يدير. هذا سؤال في فتنة بالله، لأن هذه العصور كلها اللي فاتت كانوا ناس من علماء المسلمين ماشي من عامة المسلمين، كانوا ناس من علماء المسلمين وناس أخرين من المقلدين العلماء، كان هذا هو الموقف ديالهم، كيقولوا الصحابة يكفوا عن الفتنة، ما شاركوش، شاركوش في الفتنة، كانوا قالوا استدلال كثير، ما شاركوش في الفتنة، فحنا نديرو بحالهم، نقلدوا الصحابة، ولكن أيها الإخوة نقلدوا الصحابة مع اختلاف الزمان والمكان والأحوال. كنا قلنا بأنه كما قالوا هذه عنوان من أهم العناوين عند ابن القيم كتاب ديال الموقعين على الموقعين، اختلاف الفوتية اختلاف الزمن والمكان الأحوال. ديك الوقت خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان غتكون فتنة الجالس فيها خير من القائم والراقد فيها خير من القائم، يعني أمرهم بكل وسائلهم مش هتقول شيء، ولكن هذا وقت آخر. ديك الساعة كان الحفاظ على وحدة المسلمين، الآن فينا هي وحدة المسلمين كيناش. أنا ما كنقولش أنه ما يمكنناش نقوموا بشرع الله ونقوموا بأنقيموا ديال الله إلا بالسيف وبالعنف، عرفوا بأنه الباب ديالنا ماشي هو هذا. وسائلنا أننا نطالبوا بحول العالم، كاين واحد الشيء في الضمير ديال الإنسانية، الضمير العالمي كيتسمى حقوق الإنسان، لأقل الناس منه حظر هو الحكام على المسلمين. كاين وسائل أخرى الآن، يمكن في بلد من البلدان يكون استعمال العنف هو الواجب، كما في أفغانستان أو غير أفغانستان اللي كل قدر يجتهدوا في اجتهادهم. فذاك اللي يجي يقلد الان الصحابه رضي الله عنهم، ما النبي صلى الله عليه وعلى اله كاين بعض الصحابه اللي عطاهم امر خاص بهم، واحد قال له كن حلس بيتك في وقت الفتنه، كن حلس بيتك، الحلس هو هذاك الفراش اللي كفرشوا البيت، كن دخل البيت وما تخرجش، نعطيهم مثال هذا الامر الفردي، امره هو ما قالش ماشي الامر العام. جاء في المسند الامام احمد أن عن رواية عن الأشعث، عن أبي الأشعث الصنعاني اليماني، قال بعثنا يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن الزبير، فين سبتهم؟ سبتهم الفتنة، قلت له عبد الله بن الزبير كان في الجيش ديال يزيد.